كوكو، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير واحوالكم طيبه. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو كما شفتوا معايا فيديو جديد. صراحه كنحاول ماكسيمو انه نشارك معكم كاع لي توني قبل ما يخرجوا هذا الفيديو الاول وهذا الثاني. هذا كنحاول انه اللي قدرت عليها انا قبل ما جات مولاتها او لا تعطلات شي شويه كنحاول انه نشاركها معكم باش تشوفوها هكذا. اليوم عاوتاني جيت نقترح لكم تشكيله اخرى، موديلات اخرين، تشوفوا هكا لي كرياسيون اللي درنا للكليانات ديالنا، الغزالات ديالنا في هذا العيد هذا. عواشركم بعدا مبروكه بالصحه والسلامه وراحه البال، ورمضان مشى سبحان الله دغيا، العيد جا. نتمنى انه تبروفيتيو بزاف بزاف مع وليداتكم، يعني تحاولوا تعيشوا اجواء العيد بحال الا ما كاينش لا حجر لا والو. حاولوا اننا نلبسوا جليل بات، نلبسوا قفيط نعاس، نوجدوا فطور بحال ديما، وان شاء الله يرفع علينا ربي هذا الوباء. المهم بلا ما نكثر عليكم ندخل لكم في الفيديو ديريكت، الوغ نشارك معكم اول موديل هذا كريب كادي. ما كيبانش الصراحه اللون ديالو تما مزيان، هو اللون ديالو نيود، جاي بحال داك الشريخ خفيف، خدمنا هنايا في الصدر بهاد التنبات هكا، دخلنا عليه لوبيرجين طوغي لونو جزوين جرويقي، خدمنا الوسط بالطفيره وشبيكات ديال البرشمان من التحت طون سيغ طون، وجينا الكمام درناهم عامرين هكذا. صراحه لا كولور ما بيناش مزيان حين تفاتحه ديجا، نتوما شوفوا الكميمات كيفاش خدمناهم، جا بحال الشكل ديال القبه معايا هي في صاله مخزانيه. صراحة جات فنة تحت مولاتها عيمة، جاتها ما شاء الله. شوفوا معايا هادي في اللبس عاد تبان لكم مزيان، البنات كتجي رويقية الصراحة. كما قلت لكم خدمنا اللون في اللون في صالة مخزانية، خدمنا هنايا السدورة بالتنبات والطرز ديال اليد، وهنايا الكميمات جبناهم شوية عامرين هنا. شوفوا كيفاش كيجيو، صراحه كيجيو فنين كيجيو رويقين. كما قلت لكم داخل مخلط الخدمه، فيهم خلطه، فيهم الطرز اليد، وفيهم تنبات، كتجي فنه صراحه. هاد لاكولور اصلا عزيزه عليا، هاد النيود هكا خفيف كيجي فنيون وغزال. كاين هاد الدو بيس سوس دي تحتاني، خدمناه براندا كما العادة، هانتوما الراندا هنايا رقيقة. هنايا الفوقاني خدمنا في صالة بعدا مخزانية كما شفتو، طرزناه هنايا باليد، وهنايا فوق الفتاحي. وهنايا في القب عاود درنا داك الغابيل، صراحة جات فنة، ميلونج ديال لي كولور جا زوين. هاد البيج هكا كريمي مع هاد الموف صراحة جا فنيون، خدمناها نص طوق وبشبيكات برشمان تاهي طون سيغ طون. هنايا درنا ليها افتتاحات جنان، تحتاني انا نوريكم كيفاش نخدو، تحتاني هكا براندا رقيقة غورميت، تا هو افتتاحات في الجناب هكا. بالنسبة لتحتاني الدرس ديالو دا خدمنا هكذا سامبل، صراحة جاتها فنة صحتها كيفاش جات، حتى اللوينات هاد الكريمي جا مع هاد الفيولي زوين. كاينة هاد الزيتية هادي تخدمات هنايا بطرز سلان، وهنايا دخلنا لها هاد البغونز، هذا صراحة جا زوين مع 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 الفيغ الغزال، دخلناه هكا حتى في الكمام. انتما كما قلت لكم هذه في صاله عاديه كما شفتوا، في صاله عاديه
مخدومة بالضفيرة والعقد حتى لتحت، اللون في اللون حتى لتحت. وختمنا لها هذيك الطريزة هكا في نص الطوق وفي الكميمات، صراحة جاتها فنة. درت ليها غير فتيحة واحدة في القدام، حيت كما قلت لكم انا كنصح بالفتحة واحدة في القدام الا كانت هابطة السفيفة حتى لتحت، الضفيرة حتى لتحت، باش ما نديروش جوج للجناب ولتحت هابطة في ديك الضفيرة حتى تما. انا بالنسبة لي انا ما تعجبنيش، كنبروبوزي على الكليانة كنقول لها ودي راه ما تيجيش مزيان، هي الا كانت مرتاحة هكا كنديرو لها في الاخير تيرجع قرار الكليانة، حيت الكليانة خصها هي اللي تكون على راحتها وهي اللي عارفة شنو اللي غتلبس. هانتوما شفتو كيفاش كيجي هذاك كريب دو سوا، صراحة جاها فن بصحتها. كاين لا كاين كاينه واحد دو بيس هي غزاله تاع واحد العروسه ديالنا، شوفوا كيفاش جات اللبيسه. هادي عروسه، هاد الفوقاني، هاد الفوقاني كريب دو سوا، تحتاني سي دو لا سوا، في واحد الميلونج ديال لي كولور لي شدينا ودخلنا في الحجيرات، فيه الفيولي فيه الفوشيا. انا نحاول نجبد لكم تحتاني باش تشوفوا علاش كنهضر. انتم هاد لو ميلونج اللي درنا في القفطان لتحت هو اللي درنا في التنبات الفوق، شتو ما واضحش واقيلا مزيان، مي طلعناه بهاد هاد اللون، خديناه درناه نبتنا عليه. التحتاني كما كتشوفوا مخدوم براندا، براندا غورميت. هانتوما فيه فتيحات في الجناب، جاي لو كول ديالو شتو كيفاش داير، مخدوم مزيان هكذا. خدمنا كما قلت لكم لون في اللون، دخلنا العقيدات في السق اللي كختي، ها هو درنا جوج في لون توب وجوج في سق لي كارتي. وهنايا هاد الشبيكات درناهم بالكارتي، حيت هنا ديجا خدمنا بلون الارض كارتي، وحاولنا هاد الحجر والعقيق ندخلوه في اللون ديال التحتاني. هانتوما كما كتشوفوا كما كيبان من الفوق. وعاوتاني خدمنا الكميمات، الكميمات تا هما نفس الشكل، هانتوما الكمام هاهما الكميمات، وكيجي خارج منو هكا الكميم. كيجي الصراحة رويق، يشوفو لي كولوغ شحال غزالين ديال العريسة، تنيت بصحتها وراحتها، والله يكمل عليها بخير، والله الله يرفع هذا الوباء باش اللي كانت عواله دير شي خطبه او لا شي عقد او لا شي عرس، الله يكمل عليهم كاملين، الله يكمل على كاع الزبونات اللي عندي، عروسات وقدو تهز ديالهم عندي، الله يكمل عليكم والله يرفع علينا هذا الوباء هذا باش كل شيء يرجع للمجاري يا ربي. هانتوما شوفوا كيفاش جات هاد الجلابيه، جات كتحمق صراحه، جات غزاله اصلا هي غزاله. وهنايا درت لها شويه بالعقيق باللوينات اللي كاينين في التحت، صراحه عجباتني جاتها فنه. نشارك معكم القفطان ديالها، كان غير في المصبانه صراحه، مازال ما جبتوش من المصبانه، جاتها فني هنا. وعندها واحد القفطان جوهره بحال هذوك اللي وريتكم، شي علاش ما وريتوش لكم حيت واكي كتجي زيونه غزاله. وكاينه هاد الجليبيه هادي، هي جات غزي ولا فني ومنا. خدمناها تو بلوس ديال كريب، خدمناها بالضفيره اللون في اللون حتى لتحت والعقاد حتى لتحت، وطرزناها بالطرز اليد والتنبات من الصدوره، والكميمات عاود شوفوا الكميمات جات الصراحه فني من الحاجه. انتما وهنايا فتحه واحده في القدام، وهاد لابلوسيال هذا جا زوين مع البرونز صراحه، طلعوا البرونز بينو مزيان هو والدوغي، خلطنا ما بين الميلونج ما بين الدوغي والبرونز، جات الصراحه فنه جبادني.
وفي صالة، في صالة عادية ديجا، حيت السيدة ديجا عامرة، درنا لها في صالة عادية بصحتها وراحتها. صافي، وكاينة هادي، هادي مازال ما كملهاش الصراحة، يجي لواحد السيدة في فرنسا نعيمة، بتقول لي يا جليلي ديالك، صراحة دفعت ليا جوج جليلبات، وما دو بياس هادي مازال ما كملهاش، باقي ليها تحتاني ان شاء الله، مين ندير ليها تحتاني نوريها لكم، غير كنت نوريها ليها. صراحة دفعت لي جوج ليلبات، بجوجهم دو بياس، بجوجهم مخدومين باليد، وكانت عوالة مسكينة تجي حتى لعندي وتديهم، كانت غادي تهبط للمغرب، وقالت لي غادي نجي حتى لعندك ونشوفك ونتي ليلبات ديالي وداكشي، مي مالوغوزمون بعدنا ما نديرو، جا الوباء قلب بزاف ديال الحوايج. المهم كنوجه لها تحية من هذا المنبر، وكنقول ليها كها هي جليلبات ديالك، باقي ليها الدونتيل من تحت مازال ما درناش، ما غير باش تشوفيها بعدا كيفاش طلعت، ها هي جات فنه كلها مخدومه باليد، يعني لا الطرز ولا العماره، جات هكا تحمق. شوفوا معايا البنات، درت الطرز بالصم، حاولنا دخلنا الطرز اكثر من التنبات، جات هكا تحمق الصراحه، خصكم تشوفوها في الواقع كيفاش جات. كما قلت لكم راه التصوير ما كيعطيش الحق ديال لباسي، وصراحه كل واحد وكيفاش كيجي التصوير، كان انا كنشوف كاين بارفوا كيكونوا الحوايج ماشي شي حاجه وكيبانوا في لي توني مزيان في التصوير مزيان، وكاين بعض المرات كيكونوا لباسين زوينين مي ما كيبانوش في التصوير مزيان. شوفوا معايا الكميمات كيفاش درنا ليها، كميمات حتى هما جات الصراحه جليبه كتحمق، وبلاتي تشوفوا منين يدار ليها لتحتي ديالها، درناه ب تحتي اصلا، هي دارت جليلبات حضاريين، يعني قالت لي حنا برا كنلبسوهم غير في العراضات تما، وهنايا عاود هي منين كنمشيو عند الحباب وهذا، قالت لي من الاحسن ندير جليلبات الحضور باش نستغلهم مزيان. صراحه جاتها كتحمق، جاتها فنيونه، هانتوما شوفوا معايا كما قلت لكم مخدومه كامله باليد، مخدومه بالضفيره حتى لتحت، لقيدات في الحمر حتى لتحت، زرولنا ليها الطريسنات كما كتشوفوا، ما عرفتش كيبان لكم مزيان، ودرت ليها في هذه وحده واحد الفتيحه في القدام، صراحه عجبتني جات فنيونه. المهم حتى تشوفها صحتك وراحتك، وان شاء الله منين ندير لها الدونتيل نصورها لك، ومنين توجد في الثانيه نصورها لك ان شاء الله. هادي سوسدي دو بياس مخدومه هنايا بدبانه كما كتشوفوا من السطوق، هنايا التحتاني خدمناه بالراندا شويه عريضه، ثم كما كتشوفوا هابطه هاد الخدمه هادي حتى من السطوق وحبسات، هنايا لو كول في الراندا، وداك دبانه خدمناها في القب في الكميمة تعاود، هانتوما كيفاش كيجي لكم، كيجي رويق صراحة، جا في لون خدمت هاد لابلوسيال مع هاد البلو مارين، جات كتحمق صراحة، جات فنيونة في صالة، دارت في صالة عادية كيما شفتو، صالة عادية، وهنايا خدمنا ليها شبيكة البرشمان حتى لتحت، ودرنا ليها فتيحات في الجناب كما كتشوفوا، فتيحات في الجناب، والتحتاني كما قلت لكم مخدومة لتحت كما شفتوا غير سامبل، التحت غير سامبل، ونسطق هي اللي جات عامره بحال هكا، بصحتها وراحتها حتى هي جات جاتها جليليبيه غزاله كما قلت لكم. حاولت انا نصور كل شيء ولكن ما صورتش كل شيء، كاين بارفوا كتجي كما قلت لكم كنت كنمشي بالامانه كنتعطل، كاين النهار اللي كيكون عندي بدا الامانه ما نحلمش ندير شي حاجه،
وكنخوي المحامي لي رونديفو، ما كنقدرش ندير حتى شي رونديفو حيت ديجا كنكون الامانه كتمشي كتعطلي النهار كامل، كتبقاي كتسني النوبه، ملي كتوصلك النوبه قدي كلشي يعني خصو يكون على حقو وطريقو. تخاف انه يمشي لك شي ادريس لشي ادريس اخرى، يعني خصك تركز مزيان. داكشي علاش كيمشي كيضيع عليا النهار كامل، وكنجي متسخسخه، وهاد الايامات كاينه شي شمس عرفتي كيولي تشوفوا يديا نقول لكم شي شمس ويعني انا مشيتي تكلس في الطوموبيل اولا مشيتي تقضي غرض وترجع ولا هذا، راه كتلقى النوبه ديالك مشات كيف كيخصك توقف بحال كاع الناس تسنى تتوصلك النوبه. المهم خلاص كنطعطلو وكيمشي ليك النهار كامل. داكشي هو اللي خلاني انه ما صورتش لكم كلشي، و الحمد لله كاع الناس وصلوهم الباتي ديالهم كما بغاو، كاع الناس وصلوهم في الوقت، هذا هو اللي هو المهم عندنا، والله يحاشمنا يا ربي. هادي جليلي با هتاخد منها نص طوق بالبرشمان، وخدمنا ليه هنايا طرز في الجنيبات، طرزها هادي غير من الجناب ما فيها لا عقيق لا والو، طرزناها غير من الجناب، هانتوما طرزناها من الجناب، جات فليم ولات هي في الزرق توب مخطط كما قلت لكم. عاونا نخدمو بالمغلوق، خدمناها عند الطوق وبالبرشمان، وكما قلت لكم درنا ليها طريزات هكا من الجناب. هادي ديال مدام اسماء صحتها وراحتها حتى هي. وكملنا لا فيزيو ديالنا، اتمنى انه لي موديل اللي كان نشارك معكم ديال 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 الكليانات ديالنا يكونوا نالوا اعجاب ديالكم، وما تنساوناش البنات من لي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم، صراحه كيشجعونا بزاف وتيخلونا انه ديما نحطوا الجديد ثم الجديد. كما قلت لكم باقي كاينين الحوايج ديال ما ليهم اللي مازال ما غايجوش لهم تيدوز العيد، ان شاء الله نحاول ندير لكم فيهم حتى هما شي فيديو مور العيد، باش هكا حيت بزاف الناس قالوا لي بغاو يدفعوا لي لي توني ديالهم يعني جليلبات او لقفات معط بالنسبه للعيد الكبير. كما قلت لكم في الفيديو الاول ان شاء الله ابتداء من نهار ثاني عيد اولا ثالث عيد غنوليو ناخذوا لي كوموند ديال العيد الكبير اولا ديال شهر 8 يعني انه واحد الشهر بما نشوفوا ناخذوا لي كوموند ان شاء الله. كنتمنى انه ما نكونش ثقيله على قلوبكم، وكنتمنى انه اللي اول مره كيشوف القناه ديالنا يتابونا عندنا ويخلي لنا لي جيم ويخلي لنا لي كومونتير، صراحه هادشي كيفرح وهادشي كيزيد بينا القدام. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله كنحماق عليكم عواسركم مبروكه باللي تمنيتوها ان شاء الله.